نشوف دخول كتير للعمق بالنسبة لرافينيا، وفيران توريس يتحول كجناح. انا عندي مشكلة مع قصة فيران توريس بصراحة، خلينا اكون صريح معاك، انا دايما بيكون عندي ازمة في قصة فيران توريس. يعني انا فيران توريس مش من اللعيبة اللي انت بتستمتع بمشاهدتهم سواء بيلعب في العمق او بيلعب كجناح، وده كان رأيي فيه من ايام سيتي. فيران توريس لاعب هو جيد، ولكن مش هو السوبر ستار اللاعب اللي يلعب في نادي كبير جدا زي برشلونه. صح، خلينا نكون صريح معاك، روبرت ليفاندوسكي انا كنت مراهن على الراجل ده، كنت بقول ليفاندوسكي في الدوري الاسباني يقدر يلعب مستريح ويقدر يلعب على الواقف ويقدر دايما ان هو يكون واحد من هدافين الفرقه. وفعلا ليفاندوسكي انت بتتكلم على 7 اهداف في 7 مباريات وتمريرتين وتمريرتين حاسمتين، فانت بتتكلم على 9 اهداف. اي نعم هو ضيع مقابلهم 7 فرص مهدوف، فرص كبيره مهدوره، فانت هنا بتتكلم على ان ليفا كان ممكن في ال7 ماتشات دول يكون عنده 14 هدف، ولكن عادي يعني انت بتتكلم على برايم ليفا وهو بيبطل، فسيب ليفا في حاله دلوقتي، الراجل في اسوء احواله عندك معدل كل مباراه هدف، فدي حاجه تحترم جدا. برشلونه فضل يضيع يضيع يضيع، الكره بتاعت رافينيا دي رخمه، رافينيا قطع حلوه قوي جوه زي كل مره، ولكن لعب دماغه وحش قوي، عشان تيجي اللحظه الخطيره جدا في الدقيقه 93 والفرصه الاخطر لفريق ختافي اللي بيتصاد اللاعب بيطلعها بره، في كره ايناكي بينيا صدها، يعني هو ايناكي بينيا ما راحتش عليه غير كره واحده بس، والحمد لله ان ربنا كرم وصدها. بدايه جيده من غير شتيجن، هي بدايه جيده ومكسب كويس من غير مارك اندريه تير شتيجن، انت بتتكلم على كابتن الفرقه